السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني ومتابعتي الغاليات، كي داير لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم حبيت انني نشارك معكم الجولة ديالي او الخرجة ديالي المرجان، ماشي مرجان ديال المغرب، مرجان ديال السعودية خاص بالملابس، وبغيتكم تشوفوا معايا نعملوا جولة فيه ومن بعد نشارك معكم المشتريات ان شاء الله. كي كتشوفوا معايا انا جيت لهنايا باش ناخذ الحويجات ديال الولاده ان شاء الله، التربيه وليا، وحبيت كذلك انني نوريكم بعض الحويجات الزوينه في هذا السوق هذا. صراحه هو انا عاده مالفه كنتقدم منه وفي حويجات زوينين. صراحه كنتقدم منه الحويج ديال الدار، بالنسبه لا بالنسبه لبنتي ولا بالنسبه ليا. هذا السوق سوق مرجان كنتقدم منه الحويج ديال الدار، اما ديال الطلعه ما كنتقدهمش صراحه منه. كتعرفوا هنايا خاصنا تكوني لابسه شي حاجه بيان بي، تكون ماركه وتكون هذا. بالنسبه لهذا السوق هذا تيبيع مواد ديال الصين، صيني كله تقريبا، ملابس كلها صيني. وبما انه التربيه صغيره ما يعني غادي ما غاديش نحتاج يعني نحتاج ليها الحويجات ديال الغلا، لانه يلا كتلبس يومين ثلاث ايام كتصغر عليه، يومين ثلاث ايام كتصغر. فقلت انا علاش غادي نمشي نشري من حوايج غاليين، غنتقدم من هنا. هنا تقريبا كاين تخفيضات، كاين ديال تخفيض 50%، كاين 25%، وقطن حتى هما قطن 100% صراحه. كي كتشوفوا معايا هذه الاطقم ب 29 ريال، هذا الطقم كامل ديال لي بيبي من اموا ل 3 موا، وكاين من 0 موا حتى ل 3 موا، يعني 0 لحتى 3 شهور، وكاين من شهر لحتى 3 شهور، وكاين من شهر حتى 6 شهور. كاينين زوينين كلهم ديال يعني ديال الفصل اللي انا غنولد فيه، اللي هو شهر 10 تقريبا الخريف كيكون شويه بارد. وكاين كذلك هنايا الارفو، هاد السلات هادو حاطين فيهم يعني الاشياء اللي ممكن انك تقضي. كاينين المهد هذا، الكافولات او كنقولوا لهم حنايا المدس، هنايا كيقولوا له المدس، يعني اللي كيخرجوا فيه البيبي، تخرجي فيه البيبي من المستشفى مثلا ولا شي حاجه، ولا تخرجيه معاك. كاين بطانيات ما شاء الله غزالين، هذا الخيط ديال خيط تركي، هذا ديال تركيا ماشي ديال الصين. هاد البطانيات هادو ديال الخيط، ودافين، الملمس ديالهم زوين. وكاينين في الالوان، يعني في جميع الالوان تقريبا كاينين. رغم انه احنا مشينا معطلين صراحه، فلقيت انه اغلب مشيت تقريبا تلشي 8 ونص 9 ديال الليل، عاد مشيت لقيت الناس يعني كيجوا بكري للسوق، يعني كيتقدوا. هذوك السلال لقيتهم شويه خاويين، ما لقيتش فيهم. بالنسبه كنت بغيت ناخذ حويجات الرهف، ملابس داخليه، ما لقيتش ليها صراحه، ما لقيت ليها والو في الملابس الداخليه، فما خديتش ليها نهائيا. هادو كاينين تقاشر تقيشرات، راه هنا كاين على الانواع والاشكال والماركات صراحه. الا دخلتي بغيتي تقضي تقاشر من هاد البلاصه هذه ما تخرجيش منها، كل هاد البلاصه هاد الجناح كله خاص بالتقيشرات، وكلهم زوينين، وكلهم كاينين ديال البنيات ديال الوليدات، كاينين ديال الكبار، كاينين ديال الصغار، هادو السبيبطات ديال الوليدات الصغار. كي كتشوفوا معايا كاينين هادو ديال الترابيد، يعني الاموا من شهر من شهر لحتى 3 شهور، هادو كلهم كاينين زوينين هنايا. وهنا طلعت الفوق كاين الملابس ديال النساء، الملابس النسائيه حتى هي راها زوينه. بالنسبه كاين، انا استغربت انني لقيتهم حاطين ديال الشتوى من دابا، حاطينهم بزاف، حاطين كل شيء ديال الشتوى تقريبا، يعني ما لقيت شي حاجه اللي هي بارده، كل شيء سخون وثقيل ديال الشتاء. وهنا مرجان معروف كيجيب حويجات صراحه، كيجيبوا حويجات زوينين ديال النساء، خاصه الا غادي تلبسيهم غير في الدار، راقيين وزوينين، يعني فيهم الجودة. بصراحة أنا مني كندخل هنا كتحير عيني، ما كنبقاش قادرة شنو بغيت ناخد وشنو ما بغيتش ناخد. في الآخر كندور حتى كنعيا، كندور حتى كنعيا، وما كناخد والو من كثرة الحيرة
ولانني كنكون بوحدي، لانني هذه المره كنت بوحدي على الاقل مني كيكون معايا الزوج ديالي، كنعتمد شويه على الاختيارات ديالو، كنعتمد على يعني كنحس انه كاين شي حد كيعاونني في الاختيار. مني كنكون بوحدي كتحير عيني وكنخرج بلا ما كنشري. صراحه خديت غير الطربيه وخديت شي حاجه للرهف وخديت واحد البيجامة وحده، والباقي قلت صافي حتى يكون معايا، ما خديت والو صراحه. وكانت هذه هي الجولة بسيطة، ونكملوا إن شاء الله في الدار باش نشارك معكم مشترياتي. لا تاني جيت لك بعد ما درت معكم الجولة ديال الجولة في مرجان وشفتوا معايا الحويجات وداك الشيء، ولكن ما غنشاركش معكم مشترياتي من مرجان دابا لأنني بقى ما كملتش، قلت نكمل المشتريات كاملها ونشارك معكم كل شيء في مرة واحدة أشنو شريت، غير باش تاخذوا فكرة مش شي حاجة. تعرفوا أنا ما كنبغيش نشارك الحوايج وداك الشيء يعني باش ما تقولوش راه انا كنبان عليكم ولا شي حاجه، كنبغي نشارك معكم غير باش تاخذوا فكره. والبنات حتى هما اللي امها شنقول لكم اللي هما مقبلات على انهم يحضروا شنطه الولاده ويحضروا الحويجات ديال البيبي وهذاك يعني المسائل الخاصه بهم، حتى ما ياخذوا فكره اشنو ممكن ياخذوا، يعني اشنا هي الحوايج المهمه وشنا الحوايج اللي باش مهمه باش ياخذوها. داكشي علاش شاركتهم معكم. وكنت وعدتكم في الفيديو اللي كنت شاركت معكم مشتريات ديال شان، قلت لكم راه بقى واحد الطلبيه ما وصلتنيش، لان الطلبيه قسموها لي على جوج، النص جا وشاركته معكم والنص وعدتكم قلت لكم ملي توصلني راني نشاركها معكم. بما انه ما غاديش نشارك معكم مشتريات ديال مرجان، قلت انا غادي نشارك معكم المشتريات ديال شان اللي وصلتني، يعني اللي كنت موعداكم بها باش تشوفوها معايا حتى هي وتاخذوا فكره على الحوايج اللي انا خديتهم. راه ماشي كنشارك معكم باش نفوع عليكم كنبقى نشري نشري نشري، راه ما كنشريش بزاف، هادشي كله غير التحضير ديال الولاده. ونبداو على بركه الله تشوفوا معايا اشنو خديت، شنو اللي وصلني. يعني وصلني هذا تروس، انا طلبته على ود المستشفى اللي كتشوفوا معايا، فيه واحد كبير، فيه هذا كبير، هذا غادي ندير فيه المسائل ديال الحمام ديال الدوش، ومعاه هذا صغير هو هذا غنديروا فيه الاشياء يعني الاغراض ديال المكياج مثلا او هكا كريمات. وصل معاه كذلك هاد الصغيوة، هما ثلاثة القطع، هذا وهذا المويان ديالو والكبير، وزوينين صراحة، حتى الجودة ديالهم زوينة، الكاليتي زوينة. أنا كنت أتوقع أن هذا كبار من هكا، في الصورة كان كيبان كبار من هكا، ولكن حتى هذا زوين، حتى هذا الحجم هذا ما بيهش. كذلك طلبت هاد القراعي، هادو ديال الشنطه، هادو يعني ديال السفر، خديتهم على ود باش ناخذ فيهم الكريم، ناخذ فيهم الجيل دوش بلا ما ناخذ معايا القراعي الكبار ديالي، ناخذ غير القياس ديالي انا ديال 3 ايام ولا 4 ايام على حسب القيصريه، كي اللي كيقبطوها 4 ايام كي اللي كيقبطوها 5 ايام، ناخذ غير القياس ديالي فيهم ديال الشامبوان وديال الديميلور وديال سميتها ديال جيل دوش، وكاينه ديال المعطر، يعني المعطر هكا سبراي، كاين كذلك ديال بحال كيلاو تدير شي تونيك ولا شي حاجه للوجه، وكاين هادو ديال الكريم هاد الصغيورين، هادو ديال الكريمه ديال الوجه والكريمه ديال اليدين وصافي. يعني غير باش ندي باني وصافي، ماشي ولكن زوينين، طقم زوين. هذا حتى لو تسافروا عندكم شي سفاريه ديال يومين 3 ايام مثلا في فلوطيل ولا هكا كتاخذوهم معكم، حتى هما زوينين، ولكن راه ما غاليش هادشي كله، الاسعار ديالو في المتناول راه ما غاليينش. هو خديت هادو غير فضول طبعا، عزيز عليا انا نستعمل لي ماسك، خديت هادو كتلقاوهم، هادو راه ماسكات، يعني ماسك نيت، انتي اشنو كديري فيه كتفتحي هذه كتحطيها في العصير ديال الخل
ولا العسل ولا المات ورد ولا كتحطيه على الوجه ديالك وكتريحي الوجه ديالك. هذا ماسك ديال الوجه فيه تقريبا شي 40، فيه 40 بياس، فيه 40 بياسة. هذا على فكرة ممكن ب 15 ريال، يعني ما يعادل 30 درهم تقريبا مغربية. كذلك ما بغيتش نطول الفيديو، كنحاول انني نسرع. خديت هاد الشويتات، هاد ديال المكياج ديالي انايا خسروا يعني قدامهم، ما بقيتش بغيتهم، فجبت طلبت هادو صغيورين، طلبتهم بهذا الحجم هذا، ولكن راه زوينين هادو، يعني فيهم كلشي المقاسات، وفيهم ديال العينين، فيهم ديال الحجبان، فيهم ديال لي فاغابوبيير، يعني متنوعين. هادو باقيين، باقي ما فتحتهمش، باقيين هذوك الاخرين غادي نرميهم ونستعمل هادو. طبعا هادوك فيهم شي وحدين ما غاديش نرميهم، غنستعملهم في الاعمال اليدويه. كاين شي حويجات انا عزيز عليا نبقى نستعملها في الاعمال اليدويه، ما كنرميش كلشي، ولكن هادو جداد. كذلك بالنسبه لهادو كنطلبت في المطبخ، ما عمرني قلت لكم ديك المره ما عمرني طلبت منهم الحوايج ديال المطبخ. هاد المره انا نطلب منهم هاد البوش هذا ديال الحلوى، طلبت هاد البوش هذا ديال السيليكون. ممكن نحلو معاكم تشوفوا معايا، هذا سيليكون، هذا يعني غادي ياخذ معايا فتره طويله بلا ما نبقى كنشري. انا كان عندي غير كنستعمل غير ديال البلاستيك، كناخذ غير سميتو ديال البلاستيك. خديت هادو وجاوني معاه الريوس ديالو، هما هادو وخديت هاد الريوس الكبار هادو ديال لا كريمه، باش نخرجوا الكريمه ديال سميتها ديال لي كاب كيك، لانني انا غادي نبغي نصور السابع ديالي وداكشي. قلت انا علاش نبقى نمشي نشري وداكشي، لا ما نصوبهم بوحدي في الدار. وشفتوهم معايا كبيرين، فيهم الاشكال، اشكال الورود كلها كتخرجوها من هاد الاقماع، هذه زوينه. الحجم ديالها راه كبير ما شاء الله، كي كتشوفوا معايا حجمها كبير بزاف. انا كنت توقعتهم انهم غيجيو غير صغيورين، ولكن راهم كبار. سمحوا لي كندير بحال شي وحده كانت كتجري، مع انني غير قاعده كنحس بانني ما كنقدرش نتنفس، عندي مشكله انا الا كثرت غير الهضره صافي ما كنبقاش نقدر نتنفس مزيان. شوفوا هادو شنو هما، ايه هادي كانت عندي وحده ديال هادي ديال الوجه، هادي منظف ديال الوجه، وهذه هادو معاه كيجوا معاها ديال الانف وتحت العينين، هادو كيجوا زوينين. كانت عندي وحده الكتريك ولكن خسرات، قلت انا غادي ناخذ غير اليدويه بلاش عليا ديك الالكتريك بلاش منها. هذه كتبقى يعني خاصك تشحنيها وخاصك يعني كديرونش، وهذه بسرعه يعني لا شحني ولا حتى حاجه، كتبقيها واجده في الحمام ديالك وصافي. وحتى انني ممكن ناخذها معايا في ايام الولاده. وخديت كذلك هادو البنات راكم عارفينهم، المبرد ديال الاظافر، مبرد ديال الاظافر، وهذا المبرد والمنظف، منظفه ديال الاظافر شويته. وهادو انايا هادو زوينين البنات، هذه فيها جميع هذيك تعطي اللمعه ملي كتبردي بها الاظافر ديالكم كتعطي لمعه زوينه. انا كنت كناخذها من، تعرفت عليها صراحه في الامارات، هذه كنت خديتها واحد المره من الامارات، صدقوا لي زوينين. وخديت هاد لي بوش، هاد لي ساك البنات خديتهم على ود باش نجمع فيهم، غادي نجمع فيهم الملابس الداخليه والاشياء ديال
نجمع فيهم الملابس الداخليه ديال ايام المستشفى، هادو راهم زوينين بلاستيك وكيتزيروا بحال هكا، نجمع فيهم اللي نظيفين، وحتى الا توسخات شي حاجه كديريها فيهم تسدي عليها وكتبقى الشنطه ديالك نظيفه ما كتوسخ ما والو. يعني ما ثاني خوش ديال الاطفال ديال بيبي، وهادو خديتهم كذلك تشوفوا معايا شنو خديت لهذا الترتيب ديال الشنطه. نهار اللي بغيت نرتب الشنطه ديال الولاده غادي نوريهم لكم. هادو لي ساك تهما فيهم احجام، فيهم هذا الحجم الكبير، غادي نجمع فيه البدلات ديالي انا، يعني كل وحده غندير فيها وحده، غندير فيها جوج هنا، كل وحده غندير فيها بدله وحده، يعني عندي اربعه طلبت، عندي اربعه غادي ندير اربعه البدلات كل وحده في وحده، وكتكتبي عليهم لانه باش ملي يجيو بغوا يغيروا لك ولا شي حاجه كيعرفوا اشنو يهزوا. وهادو غادي نديرهم للبيبي، هادو غنديرهم كاينين ثلاثه، وكاينين بوش ثانيه حتى هي نفس الشيء هنا فيها هذه، لان دوبلتهم، عندي اربعه كبار وسته صغيرين، وهما هذوك على القياس اللي غادي ناخذ معايا، ناخذ معايا اربعه تبديلات، والبيبي ناخذ ديال سته لانه في اربع ايام ولا خمس ايام كل نهار كيبدل، وانا عندي جريبه كنت خلت مشاكل ما تجيش معايا بزاف في الولاده ديال طراها، وبقيت كل مره كنقول لراجلي شري ليها جيب ليها جيب ليها من الدار جيب ليها من الدار، وهذاك الحش من ناخذ معايا كل شيء مره واحده بلا ما نبقى نبرز راسي وما غاديش نعرف منين يجبد ليا، اللهم ناخذ معايا كل شيء. وخديت هاد المشربات تقيشرات هادو ديال المستشفى حتى همايا تيجيوك بحال هكا، جولي شي كطلب طلبت هادوك 15 ريال، فيها واحد جوج ثلاثة أربعة، فيها خمسة الأزواج. وكمان كذلك هادو، طبعا هادو غتاخذ منهم رهف واحد، وقلت انا كان المستشفى ويجوا عندك الناس خاصك تكون يعني تكوني في اتم الاناقه كتعرفوا هنايا المشكل. وطبعا راه ما كيجيوش حنا الزياره، ما كيجيوش عندنا الرجال، احنا في السعوديه كيجيو عندنا غير العيالات، يعني ضروري خاصنا نكونوا جاهزين ونكونوا انيقات في الولاده، ما نكونوش يعني واخا الولاده وداكشي، ولكن الانسان المراه هي اللي خاصها تكون دائما بيان ابي، يعني كنقولوا يعني متهليه في راسها، يعني ما تكونش يعني الولاده ماشي مرض، وانما فرحه وسعاده ونكونوا انيقات فيها، ما نكونوش ثاني ما هذا ما كيعنيش ان احنا نطلصوا وجهنا بالمكياجات ولا لا، غير باش الانسان يكون شويه مهتم براسه باش ما يجيكش داك الاكتئاب ديال الولاده، تهلاي في راسك، تغسلي، تنظفي، تلبسي حوايجات زوينين، علاش لا. هنا هادو اقلام، واحد ديال العينين، هذا الاسود هذا خديته ديال العينين، صراحه عجبني، انا قلبته قبل ما نوريه لكم، عجبني زوين، وحتى الرسم ديالو ثابت، انا قلبته قبل ما نوريه لكم، الرسم ديالو ثابت وزوين، ما كيسيح ما والو، يعني مستعرقي وداكشي، راه قلت لكم جربته من هاد السلعه هذه، ماشي توها جاتني، شي 3 ايام هذه باش جات. وهذا ديال الحجبان، هذا ديال الحجبان، اللون ديالو بني، فيه هاد الرول بحال الماسكارا باش كتقادي الحجبان، وفيه القلم ديال الحجبان في المارو. هو هذا لما نبقى ندور غادي نخسرو، المهم تا هما زوينين يعني ومناسب، سعرهم مناسب ماشي مخديتهمش غاليين. وكذلك ما نسيتش شعري، خديت هاد الربطات هادو ديال الشعر، هادو طبعا خديتهم ليا، ديك المره خديت لرهف وهاد المره خديت ليا انا، وهاد الاكسسوارات حتى انا كنتسطع الاكسسوارات، هادو ديال اليد ديال اليدين، رهف اجلسي
هذو تجهيزين خديتهم اساور هذا كيجي بحال هكا ومعاه مات صغير ولد ما فيه ما يحلهم حتى امايا ها هما هما كلهم جو اليدين كيجيو في يد وحده هذا عجبني اللون ديالهم وقلت علاش لا غادي ناخذهم حتى هما ما غاليينش يعني كلشي هادشي اللي خديت ما غاليش انا ما كناخذش اشياء غاليه بزاف بالنسبه كتعرفوني انا يا دائما وخديت كذلك هاد الاكسسوارات هذوك الازرق باش نلبسهم يعني باش نلبسهم مع الروب الازرق ديال الولاده حتى هما خديتهم وما كنساش راها في الطارو وراها ما كتكون حاضره معايا في الخديه هادو خديتهم هاد البيجامه خديتها راها زوينه والتوب ديالها واحد الجوده ما نقولش لكم عليها زوين بزاف ورطبه ناعمه هذا السروال وجوها هادو يعني حظها ما طلبتيها وحده وصيفطوا ليها وحده كادو ولكن المشكله انهم صيفطوا ليها الكادو صيفطوا لها نفس اللون نفس المقاس يعني ما غيروش ليها يعني طلبت وحده وحده جاتها هديه صافي هادو هما الاغراض اللي شاركت معاكم كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما نكونش طولت عليكم بزاف وسمحوا لي لانني سوفل ما عنديش باش كنتكلم معاكم وكتسمعوا الصوت ديالي ما هوش هو هذاك لانه ما كنبغيش نتكلم بزاف مع الثقل مع ضيق التنفس اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء اللهم لك الحمد الله يجعلها ان شاء الله مغفرة للذنوب والله يعطينا وقفه سهله حنا وجميع الحوامل واللي كتمنى ومترجيه الذريه الصالحه الله يرزقها الذريه الصالحه واللي مترجيه الزوج الصالح الله يرزقها الزوج الصالح يا رب والله يسعدكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والى اللقاء.